مرحبا، أنا ريكاردو كرم. المرأة العربية دائماً بتراعي بيتها وأولادها، وفي الكثير من الأحيان على حساب صحتها بتضل آخر واحد بالبيت بيفكر بنفسه وبيعتني بحاله. العديد من الأمراض بتصيب النساء. اليوم وبنطاق حملة التوعية اللي عم نطلقها شهرياً معهد الصحة العالمية، رح نسلط الضوء على سرطان المبيض. تابعوا الحلقة لتعرفوا أكثر عن هالمرض. سرطان المبيض ينشأ نتيجة نمو خلايا سرطانية في أحد المبيضين أو في كليهما. إن معظم النساء عرضة للإصابة بسرطان المبيض، خصوصاً النساء الأكبر سناً. يعتبر هذا السرطان ثامن سبب للوفاة من السرطان لدى النساء في العالم. سرطان المبيض هو من الأورام الخبيثة، أوفيريان كانسر، هو رقم 3 بالسرطانات النسائية عند السيدات، يعني بيجي بعد سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم. هو تقريبا عدد السرطان المبيض بالعالم تقريبا 300 ألف حالة بالسنة، بيموت منه للأسف 200 ألف حالة. مثلا فينا ناخد بلد صغير مثل لبنان، تقريبا عندنا 200 حالة بالسنة. شو هن الأمور اللي ممكن تسبب سرطان المبيض؟ أكيد من الأسباب في قصص إلي عليها بالهرمونات، في العامل الوراثي إذا حدا بالعائلة عنده سرطان المبيض، أو إذا في خطأ جيني معين. من الأسباب بتاعته الريسك فاكتورز كمان هن مثلاً عدم الإنجاب، أو إذا تبلش العادة الشهرية بعمر صغير، مثلاً إذا بتتأخر العادة الشهرية تختفي عند السيدات مثلاً. النصاحة هي من الأسباب اللي ممكن تعلي الريسك فاكتورز. اللي بيحمي الإنجاب هذا بيحمي من سرطان المبيض. مثلاً الرضاعة، هذه القصص اللي بتحمي. مثلاً حتى استعمال حبوب منع الحبل، الحمل كمان، هودي من الأمور اللي بتساعد أنه تخفف من سرطان المبيض. شو العوارض اللي ممكن تصير عنده؟ أكتر شيء ممكن يحس المريض بنفخة، ممكن يكون يحس بنفخة، وجع بطن، وجع بالحوض. ممكن المريض يحس كمان بعض العوارض، الأمور اللي بالبول، التبويل الزائد أو الإمساك المزمن. بس غالباً العوارض صامتة حتى نوصل ليكون كبر كتير أو انتشر بالجسم تتبين العوارض. في شيء بنسميه سكرينينج، يعني نحن الكشف المبكر، هذا شائع جداً بسرطان الثدي، وبسرطان الثدي أثبت فعاليته. للأسف دراسات كتير انعملت بسرطان المبيض، بعض الدراسات أثبتت فعاليتها ولكن الأغلبية ما أثبتت فعاليتها. لذلك نحن بالجمعية الأمريكية للأورام والجمعية الأمريكية للأمراض النسائية ما بتنصح باعتماد هالفحوص ككشف مبكر. ولكن الحالات اللي عندها قصة عائلية أو عندها خطأ جيني معين، هودي أكيد عندهم لازم يكون عندهم متابعة خاصة مع الطبيب. هو ممكن يعمل لهم برنامج كشف مبكر أو برنامج تصوير شعاعي مركز ومبرمج بطريقة إذا بيّن شيء نكتشفه بوقت مبكر، فقط عند هالمجموعة من السيدات اللي هن عندهم ريسك أعلى من غيرهم. إخشي نحكي عن العلاج. مثل أي سرطان، كل ما نكتشفه بوقت مبكر كل ما يكون علاجه أفضل، كل ما يكون نسبة الشفاء أعلى. لذلك مهم كتير لما الشخص يحس بأي عوارض ممكن تسبب له، ممكن تكون إلى علاقة بسرطان المبيض، ما يتردد ويشوف طبيبه. العمل الجراحي هو الأفضل شيء وهو أكتر شيء بيشفي مريض السرطان المبيض. أكيد في دور كمان للعلاجات الكيميائية، دور مثبت. في العلاجات البيولوجية، حالياً بلشنا نحكي عن العلاج المناعي بسرطان المبيض، هيدا أمور بعد قيد البحث. بس أكيد العلاج الأساسي بيضله هو الأفضل نكشفه بالوقت المناسب، نعمل له عمل جراحي. العبء والتحديات المتصلة بسرطان المبيض هي بحالة ازدياد متواصل، لذلك يجب التخطيط على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمواجهة هذه التحديات من خلال العمل على أن يصبح سرطان المبيض أولوية عالمية.